بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب. هكلمكم على طريقتين هايلين ورخاص وما يكلفوش كتير للتخلص. الطريقتين دول للتخلص من القلق والتوتر والضغط النفسي والاكتئاب. طبعا اول طريقة انا بعملها بصراحة بقالي 3 سنين. هتكلم عن نفسي. لما بقعد في الشمس الصبح لازم قبل ما اقوم ابص لعين الشمس. دي بتعمل كيمياء حلوه قوي قوي قوي، وبتعلي المود وتخلي الانسان موده حلو كده ومبسوط، ودي عملت نتيجه معايا حلو، لان انا كان عندي اكتئاب بسبب نقص فيتامين د. طبعا انا متكلمه كتير في القناه، فيديوهات كتير عن فيتامين د واهميته. طب الطريقة التانية ايه بقى؟ الطريقة التانية انا عرفتها بصراحة من دكتور بيرج على اليوتيوب، وهي ايه؟ ان احنا نتأمل. انا بتأمل بطبيعتي، بس استفدت اكتر من الفيديو بصراحة. ان انا كنت بتأمل في اليوجا، بقعد اسرح كده مع نفسي، ابص المنظر حلو، اشوف قطة ماشية، اشوف كلب ماشي، اقعد اسرح معاه كده. فدي بتطلع الواحد من التفكير السلبي وضغوط الحياة. هو بيتكلم عن الطيور، ان احنا نتابع الطيور ونصور الطيور، وعلى فكرة دي يعني حاجة مفيدة جدا وبتدي نتائج مبهرة. يعني شايفين منظر السماء؟ انا بتأمل بقى السماء، النجوم. علموا ولادكم التأمل. التأمل فعلا بيجيب نتائج حلوة قوي، وبيخرج الواحد من مشاكله أو همومه ويسرح في حاجة تانية جميلة. يا رب أشوفكم إن شاء الله على خير، وما تنسوش التوتر والضغط والقلق النفسي بيعلوا الكورتيزول وبيأثروا على صحتنا. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد ومعلومة مفيدة بإذن الله.